بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل طريقة القرص الطرية بس بالسمنة. ماشي يا حبايبي؟ ما تسخنهاش، بتبقى سمنة تفكها بس وتسيبها شوية عشان تبرد، وهنعملها باللبن. وهتتعالوا معايا يا حبايبي. هنحط اهوت مقلعة ملح، ماشي يا حبايبي، وثلاث طواقي بودر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وتحطوه وتفعلوا الجرس. تلاتة بودر عشان هي طرية، هي طرية. ولبن بودرة برضو اهوت بخمسة جنيه، حطوا بخمسة جنيه لبن بودرة، ماشي يا حبايبي. وبعشرة سمسم، السمسم يا حبايبي، والخميرة الفورية برضو هنحط كسين. ما تقولوش كتير، لا، عشان القرص الطرية، هي القرص الطرية عشان تفش معاك وتبقى ايه، وتبقى عاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا اللي يحب يعملها بسمنه بلدي، اللي يحب يعملها بزيت، اللي يحب يعملها بسمنه صناعي، بس هي يعني بالاحسن، بالاحسن تقبل بس حاجة. كل واحد تبع مقدرته. ايوه، كل واحد تبع مقدرته. كل واحد تبع مقدرته. ايوه، كل واحد تبع مقدرته. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. إيه هما التلاتة كيلو دقيق بتحط عليهم رطل ونص لبن وكيلو سمنة؟ ايوه، رطل ونص لبن حليب. حليب بس هي بتحط عليه خل لما يقطع بتستخدمه. هجيب كيس نظيف اهوت، بجيب الاكياس دي بعينها بدل ما تغطيها بمغطى او حاجة، بتحطها في كيس. لا، في كيس كده اهوت. بسم الله ما شاء الله. وتسيبها ترتاح بقى. مفيش، انا يا دوبك انزل اجيب الصواني. 10 دقايق على ما نجهز الصواني اللي هنشطفها وهنعمل العجوه يا حبايبي. بس كده العجوه مش، لا، ما يسيبش، ما يجيش حاجه، ما تخافوش. ما تخافوش، هي القرص بتبقى كده وما بتتخبز. هوريها لكم برضو كل حاجه بتتدابع. في ناس حبايبي برضو كنت بعمل معاهم، قام قالوا لا كده العجوه تتحرق. قلت لهم لا، ما تخافوش، العجوه بتختفي، ما تخافوش. بسم الله ما شاء الله. دي طبعا تخينه، لازم تنخل العجينه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. اهي الاوكسه جميله ما شاء الله اهيت، ما تخافوش من اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والعجوه انا بعمل العجوه بعمل بها الاوكسه اهيت، وعملت حبه بعجوه وحبه ساده قرص طريه. ويلا يا حبايبي ننزل نخبزهم وهفرجكم برضك هم في الفرن عاملين ايه. بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي، مع انها يعني بسمنه عاديه صناعي، ما هيش سمنه بلدي ولا حاجه، سمنه عاديه خالص. أي. بس يعني حلوه وطعمها حلو. جميله، طعمها جميل. أي. شايفين لونها جميل ازاي؟ ما شاء الله لونها حلو قوي يا حبايبي. هنطلعها بقى علشان طبعا ما شاء الله لونها ما يزيدها. عامله ازاي ما شاء الله؟ شوف، الوش زي الظهر بالظبط.